السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا تدريس لي ساهل، أي مبتدئ أو تقدر تخدموه في نهار ساهل وكيجي زوين وعاطي العين. بهذا العقيق هذا أنا هنا خدمته، بهذا العقيق ديال سنيدة. تقدروا نتوما تخدموا بالعقيق ديال الزمرد ولا العقيق ديال الجوهر اللي بغيتو. هو كيجي انا هنا خدمته فهاد القفطان هذا بالعقيق ديال سنيده، جا زوين صراحه، حسن تشوفوا هكا بالعين حسن من الكاميرا. على بركه الله انا غادي نبدا معكم. انا هذا هو العقيق باش خدمت، العقيق ديال سنيده. انا هنا من بعد ما ساليت الدريس وشديت هنايا، دابا غادي نبدا هاد السنينات هادو، غادي نخدم بحال هاد السنينات هادو. غادي دابا انا هنا ساليت، غادي نعاود نشد هنايا فهاد الحبكه هادي. بالنسبه للحبكه ضروري تخدموها وعاد تخدموا فوقها الدرس، سواء الشبكه ولا سواء الحبكه، بجوجهم مزيانين كيشدوا الحساب وكيشدوا حتى الثوب، كيكون داك الدق هنايا مقاد على الثوب وكيجي زوين. هنايا غادي نخدم هاد السنينه، هنا دورت على الابره ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، وغادي نقلب خيط هكا. غادي نعاود ندخل في نفس فهاد الغرزه ما بين هذه وهذه باش نقلب على هاد السنينه. هاد السنينات هادو ضروري اي مبتدئة راه كتكون كتعرف تخدمهم. نعاود نشد تاني في الحبكة التانية، نخدم السنينة التانية، كندور على الابرة ثلاثة باش تجي شوية سنينة واقفة. نعاود نشد، واحد جوج، ودابا نركب العقيقة. هنايا خدمت هذه، كملت فيها الدريس وشديت في الثانيه، ودابا غنقز واحد جوج ونشد العقيقه. نعاود ندور الخيط هكا بهذه الطريقه هذه، ونشد ما بين هذه اللي خدمت هنا وهذه. هنا انا خدمت جوج ديال الغرزات، غنشد بيناتهم. ونحاول ما نزيرش، نخلي هاد الخيط هذا مرخوف شويه، ونعاود نرد بحال هكايا. نعاود نشد تاني ونقادهم، غندخل الابره ونقادهم بحال هكايا، ونعاود نرجع. دابا ندير الخيط هكايا يعني غير داير. ودابا نعمر بالشبكه، ناخذ هاد ثلاثه الخيوط كاملين غنجمعهم هكا بالشبكه، نخدم واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. غادي نجي الراس ديال هاد الخامسة اللي خدمت، غندور عليها واحد جوج ثلاثة، نعاود نخدم تاني واحد جوج ثلاثة أربعة، وغادي ندور الخيط هكا بهذه الطريقة هذه الفوق، وغادي نشد فهاد الحبكة اللي حدا هاد الغرزة اللي خدمت فيها. غادي نشد في الثانية، وغنخدم
هاد التريسات هادو نخدم واحد هنا غادي نعاود نخدم الدريس الثاني واحد جوج ثلاثة هنا غنخدم واحد جوج ونركب العقيقة عاود ركبت هنا عقيقة ونعاود نحسب واحد جوج صافي تاني عاود تاني هنا كنعاود نركب العقيقة ونقز واحد جوج ونعاود نخدم بنفس الطريقة باش خدمت هذا. كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد إن شاء الله.